مشاهدين ومتابعين الكومبس، أهلا بكم أينما كنتم. يقول أحمد شوقي: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. ضيفتي اليوم فتاة النرد أو مرام عايش، شخصية عربية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ولديها ما يقارب 700 ألف متابع على مختلف التطبيقات أو المنصات. مرام، أهلا وسهلا بك على شاشة الكومبس. أهلا بك يا شادي، شكرا جزيلا على الاستضافة، أنا سعيدة أني أظهر على شاشة الكومبس. ونحن أيضا سعداء. مرام أو فتاة النرد، بداية عرفيني أكثر، من هي مرام عايش؟ أو من هي فتاة النرد ولماذا اخترت هذا الاسم؟ سؤال جميل ومتوقع. مرام عايش، أنا ولدت في فلسطين وتعلمت في فلسطين. طبعا الخلفية التعليمية اللي لم تكن أبدا اللغة العربية، للأسف أنا لم أدرس اللغة العربية، بالعكس أنا توجهت للفرع العلمي ودرست الهندسة المعمارية ثم درجة الماجستير في مجالات أخرى. تركيزي على اللغة العربية نابع تماما من حب، ولا يسأل المرء عن حبه يعني وعشقه. هلا بالنسبة لفتاة النرد، للأمانة أنا لدي فلسفة خاصة شخصية جدا. أنا أعتقد أن كل الكون مبني بحسابات، حتى وإن بدت هذه الحسابات كصدفة. يعني أحيانا نعتقد بالحظ والصدف، أنا لا أعتقد بالحظ والصدف، أنا أعتقد حتى حجر النرد عندما نلقيه يعطينا حسابات معينة قد ترتبط بأمور معينة. لذلك اخترت النرد كرمز للمحتوى الذي أقوم به. وبعد فترة أطلق علي المتابعون لقب فتاة النرد فاخترته لذلك. لديك أكثر من أو ما يقارب 700 ألف متابع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ومن ضمنها تيك توك. برأيك لماذا هذا الكم الكبير الذي يتابع فتاة النرد؟ هل فعلا الناس متعطشة اليوم إلى هذا المحتوى الهادف، إلى اللغة العربية، في ظل انتشار محتويات لا معنى لها على هذه التطبيقات؟ يعني هذا ذكاء المذيع، أنت سألت وأجبت السؤال. عندما بدأت شادي بصناعة المحتوى الذي يعنى باللغة العربية الفصحى على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً الأدب والشعر، لم أتوقع أبداً ردة الفعل هذه أبداً، وصراحة لم أقرأ التعليقات في البداية لأنني ظننت أن الناس ستتنمر على اللغة العربية الفصحى وعلى اهتمامي بذلك. لكن انتشرت المقاطع كالنار في الهشيم، وأنا قلتها مسبقا في لقاءات، أعتقد تماما كما قلت شادي، العطش. يعني صحراء قاحلة وبدأ المطر يهطل عليها، فالناس عطشة حقيقة. يعني بعد الناس، قلة المحتوى الذي يعنى باللغة العربية الفصحى، اعتزاز المعظم للأسف بهوية ليست هويتنا، والتفاخر بالحديث بلغات أجنبية أخرى. الناس حتى لو تابعوا ولحقوا الترند إلا أنهم ينتمون إلى هويتهم ويريدون شخصا أو أناس يهتمون بها وينعشونها. أعتقد مرام، أنت من عائلة تعنى بالأدب والشعر، والوالد الشاعر العربي الفلسطيني الكبير أمان الله عايش. صحيح. ماذا أثر بك هذا وأنت تربيت في بيت يعنى بالأدب والشعر، وعلى الرغم من أنك درست الهندسة المعمارية ولكن لم تبتعدي عن اللغة العربية وعن المحيط الأدبي؟ يعني كما تفضلت شادي، الانتماء، باعتقادي أنه كون الوالد أديب وشاعر وكاتب، هذا جعل الموضوع أقرب بكثير، جعلني أنشأ في بيئة محاطة ومغموسة بحب اللغة العربية. يعني كنت دائما أسمع الوالد يقرأ الشعر ويقوله في المحافل الوطنية وحتى الدولية، بالتالي باعتقادي هذا عزز عندي أو لدي الانتماء
للغة العربية. أنا أحببتها فعلا منذ كنت طفلة صغيرة، يعني بالمرحلة الابتدائية كنت أول شيء أقوم به عندما نستلم الكتب أفتح الفهرس، أناشيد كانوا يسمونها في فلسطين، لا أناشيد، أذهب إلى الأناشيد في كل الكتاب وأحفظها تماما. فباعتقادي طبعا النشأة في عائلة أدبية أكيد يؤثر بك، وأيضا تشجيع الوالد وتشجيع العائلة، يعني هم داعمون بشكل كبير. حدثيني عن أمان الله عايش، عن الشعر، عن السيناريو، عن هو كاتب متعدد حقيقة، متعدد بالأجناس الأدبية. والله أنا أسمي الوالد متنبئ العصر ولكن أيضا لدي وجهة نظر ككاتبة، أنا أكتب النصوص وأكتب الشعر. باعتقادي لأن الوالد يكتب الشعر العمودي أيضا، حر وعمودي، والشعر العمودي شعر، يعني كنت في نقاش منذ أيام قليلة مع الوالد على التليفون، كل ما يكتب نص يعني هو يتصل بي ويقرأ لي النص ونتناقش به. حقيقة أنا أرى الذين يكتبون الشعر العمودي شادي المحدد في القافية وفي الوزن والتفعيلة، يعني أنا أعتقد أن النص كذلك كما لو هناك قيود في اليدين. حقيقة أنا لا أدعي أنني شاعرة، ولكن ككاتبة عندما أحاول الكتابة العمودية يعني كنت أقول للوالد الفكرة تأخذ مني 3-4 أبيات لأستكملها. أما عندما قرأ لي القصيدة الأخيرة مثلا، كل بيت مستقل بنفسه يبدأ بالفكرة وينهيها عند نهاية البيت. يعني أنا بالنسبة لي طبعا الوالد متنبئ العصر. تحدثني عن الشعر العمودي. ذات يوم سافرت عبر الزمن وحلقت وذهبت إلى تلك الحقبة الجميلة، إلى العصر العباسي، وقمت بمعارضة واحد من أجمل الشعراء، ابن زريق البغدادي. لا تعذليه فإن العذل يولعه. الله عليك شادي. لا بأي قصيدة، هل قلت بأنه رد، كان كتب هذه القصيدة ردا على قصيدتي، عن أي قصيدة تحدثت؟ تخيلت خيال طفلة، أنا كنت ما زلت طفلة في المرحلة الابتدائية، وعندما درسنا هذه القصيدة كانت في الصف السادس على ما أذكر، لأنه كان يقول لامرأة أو لأنثى لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا لكن ليس يسمعه. فأنا تخيلت، أخذني الطموح وتخيلت أنه كان يتحدث إلي، فكتبت قصيدتي. وعلى فكرة بحثا بين الأوراق القديمة وجدت القصيدة. يا ريت لو بعرف أنك راح تنبش في هذه الأمور كنت أحضرت القصيدة معي. من الأدب والشعر سنعود إلى مواقع التواصل الاجتماعي وهذه الظاهرة حقيقة، وتحديدا تطبيق تيك توك. مرام، لديك أكثر ما يقارب 700,000 أو 650,000 متابع على تيك توك فقط. هذه الفيديوهات وهذا المونتاج وهذه الأشياء والكتابات، من يقوم بفعلها؟ هل تقومي أنت بنفسك بفعل كل هذا المونتاج، أم يوجد من يدير هذه الصفحات وهذه الأشياء التقنية؟ أقوم بكل شيء بنفسي. أنا أحب المونتاج وتعديل المقاطع المرئية، يعني أحب هذه الصناعة. لا أدعي أنها متقدمة، هي متواضعة، ما أقوم به هو متواضع. أركز على أدائي أنا، أركز على حفظي للمحتوى. أكثر نقطة قوة أعتقد أن الناس أحبتها فيما أقدم هو أنني لا أقرأ أبدا، مهما كان النص صعبا ومهما كانت القصيدة صعبة، أتحدى نفسي إلى أن أحفظها عن ظهر قلب ثم أقوم بتسجيل المقطع. أعتقد أن الناس يدركون ذلك ويرون الصدق، لأنه هناك فرق. أنت بتعرف، أنت إعلامي وصحفي وتدري بذلك، لما أنت بتطلع بالكاميرا وكلك إحساس وصدق وتفكر وتؤدي، مختلف تماما عن أن تقرأ نصا وتكون مشاعرك يعني بينك وبين الكاميرا حاجز. فأنا أقوم بكل شيء.
ما هو مستقبل هذه التطبيقات؟ هل ستعتمد بشكل رسمي أكثر مما هي معتمدة اليوم كوسائل حقيقية للتواصل مثل أو هل ستحل مكان التلفزيون أو الجرائد المقروءة أو الإعلام المرئي؟ أنا باعتقادي هذه الوسائل أو منصات التواصل الاجتماعي هي حقيقة نحاول مقاومتها ولكنها موجودة، فيجب أن نستسلم، يعني يجب أن نتقبل، لكنها ليست مواقع تواصل، هي مواقع انقطاع اجتماعي للحقيقة. أنا أراها هكذا، لأنه طبعا يعني أصبح الفرد، وهذا قيل كثيرا، يعني لن أضف على ذلك، ولكن أصبحنا نعيش مع الجهاز المحمول بشكل كأفراد، أصبحنا أسرى لهذه التطبيقات. أسرى. تماما. هل تستطيع الاستغناء عن جهازك المحمول؟ لا أبدا، قلة ونادرة، ولا أعتقد أن هناك الكثير من يستطيعون. لكن مستقبل، طبعا المستقبل هناك، الراديو والتلفزيون كما تماما، مع احترام الشديد طبعا أنا لا أعبر عن مع أو ضد، أنا أعبر عن ما أراه في الواقع، كما الصحافة المكتوبة اليوم الورقية تندثر شيئا فشيئا. تذكر شادي أول ما بدأ التوجه إلى العالم الرقمي أو عالم الديجيتال، كانوا الناس يعزفون عنه، يعني لم يكن هناك توجه، صحيح. ولم يعتقدوا أصلا أن العالم كله سيبقى هناك. وعلى فكرة الوباء كورونا أثبت بالوجه القطعي أن المستقبل هو رقمي، والمستقبل هو أونلاين وديجيتال. اليوم أصبحنا نعيش في بيوت من زجاج شفاف، الكل يرى الكل. برأيك هل هذا عامل سلبي أو إيجابي؟ أسئلتك شيقة جدا وجميلة. هو سيف ذو حدين، وسأعطيك أمثلة على ذلك. هو إيجابي جدا من حيث كشف الحقائق التي تحدث في العالم، كثير من الأشياء والظلم والممارسات التي تحدث في بقاع كثيرة من العالم لم يدري بها أحد، لأن الإعلام كان مسيسا ومؤدلجا ويضيء على ما يريد ويخفي ما يريد. اليوم إن شاهدت شيئا في الشارع يمكنك تصويره فاعل مرفوع، يمكنك تصويره بجهازك المحمول ونشره، سنراه. إذن الحقيقة اليوم أصعب أن تخفى. من الناحية الأخرى أصبحنا مدمنين، وأنا أتكلم بالعموم، مدمنين على مشاركة خصوصياتنا، مشاركة تفاصيلنا التي يعني هي خصوصية وهي غير مهمة للآخر أن يعرفها. يعني كمان شوي الناس بدها تعمل منشن إنه قاعد في مكان معين في بيته، يعني وماذا يأكل وماذا يفعل، وما نوع من الإدمان. تمام، لأنه الناس بطلت تفرق بين الخاص والعام، بين كيف ممكن أظهر للناس. أنا اليوم إذا بدي أسجل مقطع أنا بفكر بإيش ألبس وكيف أظهر للناس، يعني بفكر بكل التفاصيل، لأنه لكل مقام مقال. لكن اليوم اللي بنشوفه على السوشيال ميديا للأسف هناك خلط كبير، إن فتحنا بشكل خطير، مبالغ به، خطير، أصبحنا عراة أمام هذا الإعلام الاجتماعي الجارف. بنهاية هذا اللقاء الجميل، مرام عايش أو فتاة النرد، شكرا جزيلا لحضورك معي اليوم على شاشة الكومبس، وإلى اللقاء في مواعيد قادمة إن شاء الله. كل الشكر يا شادي، أنا سعيدة جدا مرة أخرى للظهور على شاشة الكومبس. شكرا للمتابعة والمشاهدة، وكما أقول دائما بالحب نلقاكم وتسعد روحنا وتشوبنا الأحزان حين نودعه. إلى اللقاء. لم يبقى مشاهدينا ومتابعينا سوى أنا شادي فرح أن أودعكم، على أمل اللقاء بكم في حوارات أخرى.